بالمناسبة احنا اكيد محتاجين ان احنا نزود اعداد الجماهير خصوصا فيما يتعلق بمباريات منتخب مصر. بالفعل اتحاد الكرة طلب حضور 30,000 في مباراة الجابون في ختام مباريات المجموعة الافريقية اللي ان شاء الله هتقام على استاد برج العرب الشهر المقبل. وطبعا احنا محتاجين هذا الامر جدا جدا جدا. فكرة ان احنا يكون عندنا مشجعين في المدرجات يؤازروا منتخب بلدنا وحضور جماهيري لافت وبيحفز على الفوز. وخلي بال حضراتكم احنا مش عايزين اللي هو الفوز والسلام، احنا كمان عايزين نفوز بسكور. أيوة. ونكون من الخمسة الاوائل في التصنيف عشان على قد ما ربنا يقدرنا نتجنب مواجهة المنتخبات اللي بيسموها المنتخبات العظمى زي الجزائر وزي السنغال وزي غيرهم. فنتمنى هذا الامر ان شاء الله. شيء يعني محترم جدا. وبمناسبة برضو المشجعين يعني وقد ايه هم روح كرة القدم حقيقي يعني طبعا. ما نقدرش ان احنا نقول غير كده.